طيب احنا هنستضيف في فقرتنا الاولى اللي نوهت عنها في بدايه الحلقه والمتعلقه بميثاق الشرف الاعلامي اللي احنا بنتكلم عليه الحقيقه بقالنا سنوات كثيره، والكلام النهارده في ضوء الاجتماع اللي عقد وكان زي حوار من او بين المعنيين بالعمل الاعلامي بشكل عام، وخرجت عنه يعني مشروع ميثاق قد يعني نزيد عليه أو قد يطرأ عليه بعض التغيير نظرا أنه دي أولى جلسات الحوار. زي ما قلت احنا بيشرفنا النهاردة بالحضور الأستاذ محمد الهواري، هو طبعا الكاتب الصحفي وكمان عضو الهيئة الوطنية للصحافة. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. وأهلا بحضرتك. أهلا بيك. وإلى جواره وبرحب بيه الدكتور مصطفى عبد الوهاب، منسق لجنة ميثاق الشرف الإعلامي ونائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية. وقبل ما نبتدي على طول، كان الدكتور مصطفى مشكورا بيطلعنا على ما خرج او ما تم النهارده مناقشته في مشروع ميثاق الشرف الاعلامي. احنا الاول هنتكلم بس بشكل عام وبعدين هندخل مع حضراتكم في التفاصيل. استاذ محمد، احنا بنتكلم طبعا عن موضوع ميثاق الشرف الاعلامي بقالنا سنين كثيره، ومن المفترض انه ده موجود، بس هو موجود يعني انفيزبل كده، مش يعني مش واضح للجميع او للجميع اللي هم العاملين في الحقل الاعلامي بشكل عام. لا، هو ما كانش موجود الحقيقه. هو ما كانش موجود. بس كان في الالتزام، كان بيبقى التزام شخصي او التزام شخصي. هو كان في ميثاق الشرف الصحفي كان موجود والنقابه عملته ويتم تفعيله من حين واخر. طب خليني اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، حضرتك ان هو ما كانش موجود تمام. لكن من المفترض ان كل العاملين في المجال الاعلامي دول خريجين اعلام ملتزمين بقيم بقى معينه، بقيم اتعلمناها كلنا في كليات الاعلام. بالزبط. اللي احنا متخرجين منها. مظبوط. يعني مظبوط. خدنا مواد معينه امتحنا فيها ازاي احنا نلتزم بميثاق شرف في التدقيق في تقديم الخبر ونوعيه الخبر والدقه يعني ملامح عامه كده كل اعلام بيلتزم بيها يعني. لكن هو كميثاق بقى ده يعني اول مره يتعمل في ضوء انشاء نقابه الاعلاميين. ان هو نقابه الاعلاميين لما اتعملت، اعتقد الدكتور مصطفى يعني في المساله دي مش هو متخصص يعني في الاعلام، انا متخصص طبعا. هنتكلم على الصحافه وهنتكلم على الاعلام، ولان الصحافه كمان جزء من الاعلام. هو الصحافه اسبق مننا في وجود ميثاق شرف ليهم صحفي منذ قديم يعني. ما انا عارفه. وعلى اساسه بيتم محاسبه الصحفي، اليس كذلك؟ بالتاكيد هو المفروض ان يتم محاسبه الصحفي، لكن هي في اعتبارات انتخابيه يبدو احيانا بتدخل في المساله. لكن هو ميثاق الشرف الصحفي موجود ومقنن وفي بيلتزم باداب المهنه، بيلتزم باخلاقيات المهنه، وبيلتزم بحاجات كتير جدا. وان الخروج عن هذه الاداب ممكن يحاسب في نقابة الصحفيين ويتعمل له في مجالس تأديب في النقابة. ولو الأمور خارجة عن نطاق النقابة، يعني لو أتى بفعل خارج عن نطاق النقابة، طبعا بيتحاسب قانون. يعني والصحفي يعني بيبقى ملتزم لأنه هو بيبقى استلم عند استخراج كارنيه في النقابه، بيبقى اخذ ميثاق الشرف الاعلامي. لا، ما بياخدوش. ما بياخدوش. لكن هو لو طلبه بياخده. يعني لو هو طلب بياخده، لكن مش يعني مش مساله الزاميه ان هو لازم يكون عشان اعرف احاسبه. لا، لازم يكون هو على علم بيه عشان ما يقولش والله انا ما كنتش اعرف. ما فيش حاجه اسمها ما كانش يعرف. ما هو منين؟ وشاركنا برضو يا دكتور مصطفى. طيب دلوقتي الصحفي هيبقى عارفه منين؟ وانا هبتدي احوله لمجلس تاديب لو اخطا، اذا كان هو ما استلمش نص. احنا عايزين بس تبقى الاجراءات ملزمه بعض الشيء. المفروض بياخده كويس. هو عشان يبقى ملتزم لازم ياخد الميثاق ده من النقابه ويلتزم بيه. لكن في الوقت اللي فات يعني ما كانش ده بيحصل. لكنه هو عدم العلم مش معناها طبعا. دكتور مصطفى، وانا هخلي برضو النسخه من حضرتك. انا بس عايز اوضح بعض حاجات في البدايه يا استاذ عمل، يعني لكل حضرتك ولكل المشاهدين. طبعا نقابه الصحفيين كان لها ميثاق شرف صحفي من قديم باعتبارها النقابه الاقدم. واحنا حتى لما حبينا نحط ميثاق شرف للاعلاميين، كان الميثاق بتاع الصحافه مرجع اساسي من الحاجات اللي احنا رجعنا ليها الى جانب مواثيق اخرى.
كانت الاشكاليه اللي طرحت في اول اجتماع للجنه ميثاق الشرف الاعلامي اللي عقدناه في 13/5 اللي فات اول جلسه. طيب ما الصحفيين عاملين ميثاق شرف بقالهم سنين ومحدش يعني زي ما قال الاستاذ محمد بيلتزم بيه قوي لاعتبارات انتخابيه وغيره. احنا حطينا مبدا وهدف من اول يوم ان احنا نضع ميثاق شرف اعلامي قوي ونضع ايضا الاليات الخاصه بتطبيقه علشان ما حدش يجي بعد كده يقول مواثيق الشرف دي اخلاقيه ولا تطبق. تمام. فرجعنا لكل المواثيق السابقه، حطينا في قانون نقابه الاعلاميين عقوبات تنص على عند مخالفه ميثاق الشرف ايه اللي يتم. زي ما اشار الاستاذ محمد برضو خدنا من تجربه نقابه الصحفيين في ثلاث مستويات للمساءله والمحاسبه. في لجنه تحقيق داخليه، في مجلس تاديب، في مجلس تاديب استئنافي. الثلاثه بيسلموا بعض، لو المخالفه بسيطه واول مره تتم ودون قصد ممكن يبقى لجنه تحقيق داخليه. المخالفه كبيره داخليه يعني داخل النقابه الاعلاميه، داخل النقابه ولا يوجد فيها حد من خارج النقابه. تمام. لما نصعد لمجلس التاديب دي درجه اعلى بيبقى فيها عضو من مجلس الدوله مستشار قضائي، وبالتالي عشان ضمان العداله ويبقى كمان عضو النقابه يضمن ان وجود جانب قضائي في المساءله. لو ما عجبوش الحكم بتاع المجلس التاديبي له ان يستأنف امام مجلس التاديب الاستئنافي، دي درجه اعلى بيبقى فيها اثنين من مجلس الدوله الى جانب شخصيه عامه من خارج النقابه بتختارها الجمعيه العموميه للنقابه الى جانب عضو من مجلس النقابه. وضعنا كل الضمانات الكافيه. كل اللي جه في بنود ميثاق الشرف الاعلامي يوجد في قانون نقابه الاعلاميين اللي صدر بالفعل ما يؤصل له كعقوبه. يعني لو ما حدش التزم بالكلام ده لا في عقوبات. واعتقد نقابه الاعلاميين باديه بدايه قويه. الشهر اللي فات كان في حالات ايقاف لعدد من البرامج او عدد من مقدمي البرامج على وجه التحديد. عايز اوضح برضو نقطه اجرائيه مهمه جدا، احنا كنقابه ملزمين باعضائنا واللي واخدين تصريح. طب افرض ان القناه ما التزمتش، انا قلت له وقف فلان لانه عمل مخالفه مهنيه وجي صاحب القناه ما التزمش، اخاطب كنقابه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، له من السلطات وفقا للقانون ان هو ياخد اجراءات ضد القناه او ضد الوسيله الاعلاميه اللي يعني استهانت بقرارات النقابه. طيب بس هو انا سؤالي لان هو يعني العمليه فيها تفصيلات كثيره. وبما ان انا بشتغل كمان في الاعلام فانا فاهمه التفصيلات دي بتاخدنا لفين بالظبط في التنفيذ او محاوله التنفيذ. طبعا الهدف ضبط المشهد الاعلامي طبعا وكلنا هنبقى متفقين على هذا الامر. تمام. ولكن لو احنا كده طلعنا بره على اللي بيحصل بره مصر في دول برضو سباقه في الصحافه زي حالاتنا كده، لما حد بيخالف على في صحيفه بينقل مثلا خبر بيثبت في الاخر عدم صحته او عدم مصداقيته، هل المخاطبه بتبقى لهذا الشخص ولا بيبقى المخاطبه للمؤسسه الصحفيه؟ لا، هي المخاطبه للشخص وللمؤسسه اللي هي وافقت على النشر. ليه؟ لان هو حتى لو الشخص مخطئ يجب على الاداء او الوسيله ان ما تخطئش، يعني لازم تكون متاكده، ولازم تكون متاكده من مسؤوليه الاعلام اللي بيشتغل عندها ان هو عنده مصداقيه. طب هنطلع هنقف ثانيه واحده بس نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا عند هذه النقطه التي توقفنا عنها.
هذكر بس بالسؤال، النماذج الأخرى في الصحف أو المؤسسات الصحفية الكبرى الدولية كيف يتم تنظيم المحاسبة بين النقابات المختلفة أو الجهات المختلفة وبين هذه المؤسسات الصحفية؟ هو في حضرتك هو تقريبا نفس النموذج. احنا يعني حتى ما اتعمل ميثاق الشرف الصحفي اتنقل من نماذج خارجية. هو المحاسبة بتتم للصحفي وللوسيلة، ما ينفعش ان انا احاسب الصحفي لوحده او الاعلام لوحده واترك الوسيلة اللي هي ما تأكدتش من المعلومة اللي هي جابها الاعلام الخاص. ده اللي انا عايز اوصله، يعني هي مسؤوليه مسؤوليه مشتركه. بالظبط كده، مسؤوليه مشتركه. وبالتالي فهو لان هو الهدف في النهايه ايه؟ حمايه المجتمعات، وحمايه المجتمعات والحفاظ على القيم الموجوده والدقه والمصداقيه والامانه في النقل وحاجات كتير جدا. دي اسس مهنيه يجب ان يحافظ عليها الاعلامي او الصحفي. وبالتالي فهو لازم يحاسب في حالة الخطأ، خاصة لو خطأ غير مقصود. يعني لو خطأ مقصود كمان المحاسبة بتبقى أكبر. يعني ده اللي هتثبته التحقيقات. بالظبط كده. بالظبط إذا كان هو قاصد الخطأ ده أو لا. بالظبط كده. هو ده. فهو دي قضية، يعني هي قضية مهنية وأخلاقية. فلازم اللي هو المحاسبة هنا مهمة جدا. وأي عمل بلا محاسبة بيبقى عمل مش كويس. طيب دكتور مصطفى، الوسائل الإعلامية كمان ممكن تبقى الموضوع شوية لسه متعب أو شوية لسه صعب علينا لعدة أسباب. أولا النقابة حديثة ما استفدش لسه عضوية جميع الإعلاميين، يعني احنا لسه في طور فتح باب العضوية، فتح باب العضوية والتقديم تماما. طيب إلى أن يحدث هذا، ولا إحنا بنجهز عشان يعني لما يكون عندنا كل اللي بيشتغلوا في الحقل الإعلامي نبتدي خلاص نبقى عندنا الأسس والرؤوس؟ حسب قانون النقابة من يوم ما صدر أنه لا يجوز ممارسة النشاط الإذاعي والتلفزيوني إلا من هو عضو في النقابة. ده حسب نص القانون من يوم تطبيق القانون نفسه. أعضاء النقابة بيبقوا ثلاث حاجات، يا إما أعضاء عاملين يعني اللي هم بيشتغلوا في الإعداد والتقديم والإخراج ومحرر ومراسل وهكذا، سواء قنوات حكومية أو خاصة. ثم عندنا فئة تانية اللي هم التصاريح المؤقتة، اللي هم مثلا لعيبة الكرة اللي بيقدموا برامج، بعض الفنانين أو الصحفيين اللي هم من الأول أعضاء في نقابة الصحفيين أو من لا تنطبق عليه شروط العضوية لكنه يمارس التقديم، فده بنعمله تصريح مؤقت لمدة سنة ويجدد لمزاولة المهنة. خلاف اللي واخدين عضوية دائمة أو اللي واخدين تصريح مؤقتة، مفروض ان مفيش حد يطلع ويشتغل في المجال المرئي او المسموع. وبالتالي انا يعني بعد تطبيق هذا القانون، قانون النقابه، وبعد تطبيق الميثاق، المفروض ان هيطبق ده على جميع العاملين، وجميع العاملين لازم يا اما يبقوا اعضاء في النقابه يا اما واخدين تصريح مؤقت. طيب احنا هنرجع تفصيليا في الميثاق، وهنتكلم كمان على الميثاق الصحفي بعد ما نروح لموجز سريع نستعرض فيه اهم الانباء ونرجع نكمل. طيب بنستكمل حوارنا دكتور مصطفى، خلينا نستعرض بعض البنود علشان حتى يبقى الكلام يعني متسق مع ما تم مناقشته النهارده. الواجبات الخاصة بالإعلام. تمام. الواجبات مهمة جدا طبعا بالنسبة للإعلاميين، لأن من هنا ورايح بقى مفروض كل إعلامي يلتزم بهذه الواجبات اللي فيها ضبط للمشهد الإعلامي، ومحدش بعد كده يجي يقول أنا ما كنتش أعرف أو ما خدتش بالي أو الكلام ده. لازم يبقى فيه التزام بالدقة والأمانة والصدق وإسناد الأخبار والمعلومات إلى مصادرها الأصلية. يعني ما ينفعش ان انت تقول خبر وبعدين اجي اقول لك انت نسبته لانهي مصدر، او تيجي تقول لي خبر مجهل ملوش مصدر وتنشره وتبثه في القناه بتاعتك. برضو الالتزام بالموضوعيه في التناول والتوازن. عرضت وجهه نظري، يبقى المفروض الراي الاخر يبقى حاضر، ما يكونش غائب. عدم تحريف ما يبث، وتجنب استغلال التقنيات والاساليب الفنيه المختلفه في تضليل الجمهور. ما تستخدمش حاجات فيها جرافيك
تضل البيئة تستخدم تضخم في صورة، تقلل في صورة، تلعب في صورة، تركب حاجة على حاجة. فاكرة الواقعة بتاعت جريدة الأهرام لما بتاعت صورة رؤساء الدول والكلام ده؟ يعني في نوع من التحريف كده التكنولوجي ممكن يحصل في الصورة. في برامج تلفزيونية عملت ده برضه، ممكن يحصل وعدت تحريف عشان تضليل المشاهد أو كده. في برضو احترام أداب الحوار الإعلامي، صحش ان احنا نسمع الفاظ وحاجات تخدش الحياه العامه او قيم المجتمع، ودي حصلت برضو. كله حصل، كل دي مخالفات على فكره احنا رصدناها من الواقع وبناء عليها عملنا ما يقابلها. يعني الامتناع عن بس ما يغذي او يكرس ثقافه العنف والكراهيه، مثلا التمييز والفصل الصريح بين المواد الاعلاميه والاعلانيه. ما تجيبش اعلان في صوره اعلام وحوار وهو جواه اعلانات كده. مثلا لا يحق للاعلام الحصول على هبات او هدايا من اي جهه داخل او خارج مصر تؤثر على عمله او لها علاقه بعمله. برضو دي مساله مهمه جدا، التزام الاعلامي بالمظهر والسلوك اللائق بما يناسب الذوق العام. توخي الدقه في اختيار الضيوف ومراعاه التخصص. برضو بنحاول نضبط المساله دي عشان مش اي ضيف يطلع في اي برنامج والتايتلز الغريبه اللي بنشوفها. الحقيقه دكتور استاذ محمد شاركنا برضو اغلب النقاط دي بتقع على عاتق الجهه الاعلاميه، وفي حاجات على فريق الاعداد. مش طيب، ما هو أيوة، فريق الاعداد يتبع مين؟ يتبع قناه تلفزيونيه اللي بالزبط بتقدم هذا المنتج. ولذلك انا كنقابه هحاسب مين الاول مبدئيا؟ هوجه انذاري او هوجه اللوم او هوجه العتاب للاعلامي اللي عمل المخالفه، وهطلب وهستدعيه للتحقيق كنقابه مثلا. هتستدعي حضرتك مين للتحقيق؟ يعني انا عندي نقطه من النقط اللي حضرتك قلتها مثلا في اختيار الضيوف، مثلا بختار اي نقطه عشوائيه كده. تمام. طب اختيار الضيوف، الاعلامي اللي قاعد زي حالتي كده عمل الحوار ملوش علاقه، يعني لا هو جايب الضيوف. مش حضرتك مين اللي اختار الضيوف يطلعوا؟ هتشوف بقى فريق الاعداد هيبقى رئيس التحرير هيبقى هو لو عمل مخالفه بنجيبه وبنحقق معاه، لو وقعنا عليه اي عقوبه ما ولتكن الانذار او لفت النظر او خلافه يعني، وجات القناه ما نفذتش العقوبه نفسها، انا مش من حقي احاسب القناه. بالظبط. بس اخاطب المجلس هو الأعلى. يحاسب بس اعضاء النقابه بتوعه بس، لو لكن الوسيله نفسها تبع المجلس الاعلى. انا بقى اخاطب كنقابه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، اقول له ان فلان الفلاني في القناه الفلانيه تبع القناه الفلانيه احنا عاقبناه بكذا والقناه ما التزمتش. يبقى المجلس الاعلى بيكمل الدور معايا هنا في تطبيق القانون على القناه نفسها. يعني هو في تكامل ما بيننا وبين المجلس طيب الاعلى. النقطه دي نقطه مشتركه طبعا بين القنوات التلفزيونيه وبين الصحافه، هي موضوع المصادر. طب في الوقت الاخير حضرتك لو جبت كده، يعني لو احنا كنا جبنا عشوائي كده اي كام جورنان كنا هنلاقي نسبه كبيره قوي، مش عايز اقول قد ايه، من الاخبار مصادر امنيه، مصادر اقتصاديه، اي مصادر بتتكتب. هل دي هيبقى فيها حساب؟ وهل دور الصحفي او دور الاعلامي، بس الصحفي اكتر، هي دي دايما بتبقى عند الصحفيين اكتر، انه يكشف عن كل مصدر هو جاب فيه الخبر؟ بيكشفوا الرؤساء وبس، يكشفوا الرؤساء عشان التاكيد على يعني ان الخبر ده صحيح او غير صحيح. ساعات ايه، ساعات يكتبوا مصدر رفض الكشف عنه. بالظبط مثلا بيحصل كده. لكن هو المفروض ان هو بيعلن المصدر ده لرئيسه قبل تحرير الخبر. عشان يبقى في مصداقيه. ما لكن في مصادر ما بترضاش تتكلم، يعني ما ترضاش تعلن اسمائها. وبعدين في مصادر، يعني مصادر امنيه او مصادر عسكريه او حاجه، مش مطلوب ان انا اقول المصدر فلاني يعني. لكن انا متاكد ان الكلام ده صح. طالما متاكد الكلام ده صح ورئيس ال انا نقطتي يا استاذ محمد ان ساعتها هتضيع المسؤوليه على فكره، لان ممكن رئيسه في العمل، ودي بتحصل كتير، يتنصل من ان هو عرف المعلومه دي من الصحفي اللي هو كتب الخبر. يعني دي هتبقى ازاي؟ انت قصدك في حاله الخطا؟ حاله الخطا لا، في حاله الخطا المحرر هو المسؤول الاول. هو المسؤول الاول. وبعدين احنا تعرف حضرتك ان هو عاده في القضايا اللي بتتم بالنسبه للصحافه بتتم على المحرر ورئيس التحرير.
يعني ما بيبقى في قضيه التحرير اللي وافق على انه الخبر ده ينزل. دايما القانون كده. القانون كده. فبتم على المحرر ورئيس التحرير، ولذلك هو رئيس التحرير يهمه انه الخبر يبقى صح. لازم يتاكد يعني، لو هو شاكك في خبر عدم نشره احسن من نشره. أنا فكرتي بس إنه يعني دايما حتى في صحفي شاطر وفي صحفي متميز وفي صحفي لا هيفتح لا هو هيفتح الوكالات وينقل منها. لا الصحفي اللي هو بيجيب انفراد طبعا ده بيبقى صحفي متميز بالنسبة في العمل الصحفي، لكن الصحفي اللي هو بيجيب من السوشيال ميديا أو الحاجات دي ده دي مسألة طبعا، خصوصا لما تبقى كمان قضايا يعني شائكة. مش بنتكلم على مثلا يعني لما تبقى حاجه متعلقه مثلا بالاسعار او برفع الاسعار فده ممكن يعمل بلبله طبعا في المجتمع. كده حضرتك يعني في خبر ادعاء وفاه الدكتور جنزوري ما نزل في الجرايد وتم نفيه يعني صحيح، وتم معاقبه الصحفي اللي هو نشر الخبر. لا في حاجات، وفي مثلا لو خبر ممكن يضر الاقتصاد الوطني، يضر الامن القومي، الحاجات دي اخبار دي مهمه جدا. يا استاذ محمد عندنا برضو يعني حاجات في مهمه، في نص صريح بيقول الالتزام بعدم اذاعه اي اخبار تخص القوات المسلحه او الشرطه الا من مصادرها الرسميه. بالظبط يعني لو هنشوف دي مهمه برضو قوي يعني، لو هنشوف خبر يخص الجيش او يخص الشرطه لابد ان يكون من مصدره رسمي، خصوصا ان هم عندهم متحدث رسميه وعندهم متحدث عسكري يتواصلوا الحقيقه في الوقت ده يعني مع الناس متحدثين. وادينا الحق صح. بقى ادينا بعض الحقوق للاعلاميين، مش كلها واجبات يعني، في حقوق ليهم لازم يعرفوها برضه يعني. من ضمن الحاجات حق الاعلامي في عدم افشاء مصادر معلوماته، حقه في عدم افشائها الا فيما يتعلق بالامن القومي. بالظبط يعني لو خبر يتعلق بالامن القومي لا لازم تكشف لنا طالما جبت، لكن فيما عدا ذلك ليس من حق احد ان يفرض على الاعلامي ان يطلعوا على مصدر معلوماته طالما الخبر صحيح. طالما الخبر صحيح الا اذا عمل لازم هو لازم لو الخبر صحيح مش موضوع صعب. من ضمن كمان من ضمن حقوقه بقى الحقوق الاعلاميه برضو حق الاعلامي في حريه التعبير والابداع في اطار من المهنيه والمسؤوليه. حق الإعلامي في الوصول إلى مصادر الأخبار والمعلومات اللازمة، ما حدش يمنعه من أنه يوصل للأخبار والمعلومات. حق الإعلامي في الحصول على ضمانات تعاقدية قانونية مع المؤسسة التي يعمل بها. يعني النهاردة أنا بيؤسفني أقول لحضرتك أن كتير من القنوات الخاصة مشغلة ناس فيها من غير عقود، لا من حقك بتمشيهم فجأة. بتمشيهم فجأة. من حقك بقى النهاردة أنك تطالب بأن يكون في عقد ومؤمن عليك، عشان ده احد شروط العضويه في النقابه. فانت لازم تطالب بحقك ده ما تقبلش. طب الفنانين يا دكتور بياخدوا تصريح مؤقته. يعني الفنانين اللي بيقدموا برامج دول بياخدوا تصريح مؤقته لمده عام وتجدد. الحاجه الثانيه مس حق الاعلامي في المسانده القانونيه من قبل نقابه الاعلاميين والمؤسسه التي يعمل بها حال تعرضه لاي مساءله قانونيه متعلقه بعمله. ده حق اصيل ليه. حق الاعلامي في ان توفر له المؤسسه الاعلاميه الامكانات اللازمه لاداء عمله طبقا لظروفها. حق الاعلامي في الحصول